من حسن التأدب مع الله في الدعاء الافتقار والتضرع إلى الله. ربنا بيحبك وانت تدعيه تظهر له افتقارك وتذللك واحتياجك وخضوعك. قل له يا رب ماليش غيرك، أنا محتاج لك. قل له لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. من أدب الدعاء رفع اليدين في الدعاء. عمرك ما ترفع إيدك لربنا ويرجعها لك فاضية أبدا، إما يستجيب لك أو يصرف عنك مكروه أو يدخرها لك ليوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. كمان من أدب الدعاء عدم الدعاء على الأهل والمال والولد. ما ينفعش تدعي على أولادك ولا على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. بدل ما تدعي عليهم ادعي لهم بالهداية وصلاح الحال. من أداب الدعاء تحري الحلال. لو عايز ربنا يستجيب دعائك اوعى تاكل حرام. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم: يا رسول الله، أحب أن أكون مستجاب الدعاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. من أداب الدعاء عدم الاعتداء على أعراض الناس. لو عايز ربنا يقبل دعاك اوعى تعتدي على أعراض الناس وحقوقهم وتاكل أموالهم بالباطل. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. اوعى تظلم فتنزل عليك سهام الليل من دعوات المظلومين يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. راجل شهد زور على واحد وراح يعمل عملية بسيطة، وفجأة يلاقي عنده فشل كبدي وفشل كلوي وتوقف في الرئتين، وراح في غيبوبة. وأول ما بدأ يتكلم قال: خدوا تليفون الراجل ده وكلموه وقولوا له فلان بيقول لك سامحه هيديك الكل اللي انت عاوزه. فكلمه فلان، وأول ما سمع اسمه قال: أسأل الله ألا يشفيه، أسأل الله ألا يعافيه. ليه بتدعي عليه كده؟ قال: شهد زور ضدي وأنا معرفهوش إلا في المحكمة، وبسببه اتسجنت 3 سنين ظلم، وفي نص الليل كنت أدعو عليه وأقول: يا رب لا تمته قبل أن تبتليه في كل أعضائه عضوا عضوا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، ولا تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء.